كنا ناكل هم بدنا نروح بالاولاد وشو بدنا نشرح لهم شو مفهوم العيد. بس بما انه هلا صار يعني في مجال تروح على قرنه وحلوه وتبسط الولد وتلاقي البسمه على وشه يبهون عليك هذا الامر، بالعكس صرت تتشجع انه تاخذه على العيد وتشرح له العيد اكثر. بس مشان الاسعار اذا بعيدوا النظر فيها هي قليله واقل من قليله، بس ولكن بما انه نحن 90% من هالبلد عم نتوظف برواتب اجور قليله يعني ما حتزبط معنا بالعيد الا نلعب لعبه او لعبتين للاطفال. لولا ارخص من هيك الواحد بيلعبون اكثر 5-6 العاب مثلا بيرتاح اكثر نفسيته بعد الامر. شايف انه العيد بهجه الحمد لله احسن من السنه الماضيه، والحمد لله فضل من الله السنه كل سنه احسن من سنه، يعني كل سنه احلى من سنه الحمد لله. الاطفال عم يضحكوا ويلعبوا عم يروحوا ويجوا ويسيرنوا ويلعبوا ويروحوا ويجوا وما في احلى من هيك. وبتمنى الخير لكل العالم وبتمنى الخير لاهلي وللعالم كله انه ينبسطوا ويرتاحوا. هذا العيد كجهد بالمدينه قام يصير اكثر وتعمير ومحبه باذن الله هنا، يعني الحدائق قام تصير قام يزبطونها بجهدهم وبشغلهم الحمد لله وبتعبهم. الاسعار جيده وكامان جيد، يعني ما تشكي من شيء. اتمنى انه يصير جهد بالبلد وتتطور البلد ويصير بيها شغل وامان. والله اجواء العيد بالنسبه للعيد هين ممتاز جدا، يعني من 3 سنوات او من 2 سنين الاجواء كانت سيئه لدرجه يعني طفلك ما تقدر تفرحه ولا تقدر تاخذه على اي مكان ولا امان ولا شيء، ولكن الان الحمد لله فضل الله عز وجل ثم فضل الاخوان في راس العينين ضبطوا الاوضاع والامور وتحسنت الاجواء والحمد لله الان فرحانين، الشعب كله مبسوط والاطفال مبسوطين وملاهي واستقرار وامان والحمد لله رب العالمين.